Good morning, Grade 7. We continue today Chapter 3, Respiration of Living Beings, Activity 4, Respiration in an Aerial Medium, on your book, page 57. فإذن بعدنا عم نحكي عن Respiration عند Terrestrial Animals, عند الحيوانات اللي بيعيشوا على اليابسة. We talked last time about the pulmonary respiration. حكينا عن أول mode of respiration in the aerial medium, pulmonary respiration. Respiratory organs are lungs. فإذن تنفس عبر اللونجز بنسميها pulmonary respiration. وقلنا الexchange of gases بيصيروا in the lungs, بقلب الرئتين, الexchange للغاز. لأنه اللونجز عندها characteristics بيسهلوا هودا الexchange. الcharacteristics للونجز عندها thin wall, wall enriched with blood vessels, يعني richly vascularized, غنية بالblood, لأنه الblood هو اللي رح ينقل هودا الغاز. And have large surface area, ومساحة اللونجز كتير كبيرة. هودا الcharacteristics للونجز بيخلوا أو بيساعدوا يصير في عند الexchange of gas بقلب اللونجز. حكينا كمان عن الrespiration in insects, التنفس عند الحشرات. قلنا tracheal respiration, لأنه respiratory organ of insects هنا التراكيا, بيتنفسوا عبر القصبة الهوائية. نحكي عن tracheal respiration عند الحشرات, عند الinsects. وحكينا أنه الexchange takes place directly between the trachea and the organs. يعني هون الـ blood does not intervene in the transport of respiratory gases. لا, الأكسجين اللي بيوصل على التراكيا دغري بيتوزع على الأورغنز, دغري من التراكيا على الأورغنز. والكربون ديوكسيد اللي الأورغنز تخلصوا منه دغري بيبعتوه على التراكيا, ومن التراكيا بيظهر هيدا الكربون ديوكسيد برات جسمهم للإنسكتس. اليوم حنحكي عن ثالث مود of respiration in an aerial medium, ثالث طريقة للتنفس على الأرض, عند الـ earthworms, التنفس عند الدود. The respiratory organ of earthworms هو الـ skin. فإذا الدود بيتنفسوا عبر الـ skin, ما بيتنفسوا عبر الـ lungs ولا عبر الـ trachea, بيتنفسوا عبر الـ skin, عبر الجلد. So document I on your book page 57. An earthworm has a thin skin كتير رفيع, transparent and always humid. دايما بدو يكون جلده, جلد الدودة دايما بدو يكون humid, رطب. هيدا الشي بيساعدها, رطوبة جلده بتساعدها بعملية الrespiration. فإذا بيتميز السكن عند الearthworm انه هو thin, كتير رفيع, و always humid, ودايما humid, رطوبة. هيدا الشي بيساعدها بعملية الrespiration. So what happens if the skin of an earthworm dried up? طب إذا نشف, إذا بطل هيومد جلدة للدودة, شو بيصير فيها؟ The earthworm dies due to lack of oxygen because earthworm respires by its skin which is always humid. إذا بنشف لجلدة للearthworm للدودة, أو بغطي لجلدة بشي, يعني بحجب لها, بعزل جلدة عن الهواء, رح تموت. The earthworm dies لأنه رح تبطل تقدر تتنفس, لأنه it respires by its skin, تتنفس عبر جلدها اللي لازم دايما يكون humid. إذا بطل humid رح تموت, بتبطل قادرة تتنفس. Respiration by the skin, التنفس عبر السكن, منسميها cutaneous respiration. فإذا cutaneous respiration هي respiration by the skin, التنفس عبر الجلد, مثل عند الأرث وورم عند الدود بيتنفسوا عبر السكن. respiratory organ هو السكن. نحكي عن cutaneous respiration, يعني التنفس عبر الجلد. Observe document G. Respiratory exchange across the skin. طلعوا بالدوكيمنت G. فإذا الexchange of gas بيصيروا عبر السكن. Respiratory exchange takes place between the blood and the air across the skin. يعني عند الearthworm the blood هو اللي بده ينقل, transports the gas, the respiratory gases. يعني the blood هو اللي بده ينقل الأكسجين والكربون ديوكسيد. فإذا الأكسجين enters through the skin, بفوت عبر جلده, transports by the blood, بيروح من the skin على the blood. The blood بده ينقل هيدا الأكسجين into the organs, ويوصله على the organs.
بالمقابل الأورغانز ريجكت ذا كاربون دايوكسيد، رح يتخلصوا من الكربون دايوكسيد، رح يكبوه أول شيء بالبلاد، بيبعتوه على البلاد، والبلاد ترانسبورت ذا كاربون دايوكسيد تو ذا سكن، بيوصلوا الكربون دايوكسيد على السكن، ومن السكن بيظهر الكربون دايوكسيد لبرات جسمه على الهواء. فإذا هيك بصيروا الريسبيريتوري اكستشينج عند الايرث وورم، يعني اكروس ذا سكن.